نشكر خلية الأزمة اللي متمثلة بمحافظة نينوى ومدير عام صحة نينوى على جهودهم والقرارات اللي اتخذوها بفرض حظر التجوال الشامل وغلق جميع منافذ محافظة نينوى، كون محافظة نينوى لحد الآن هي محافظة سليمة ولم تسجل فيها لحد الآن أي إصابة، وكانت جميع النتائج سلبية، ونشد على أيديهم في هذا القرار للاستمرار بفرض حظر التجوال وتقييد الحركة قدر الإمكان ومنع التجمعات الكبيرة. في خصوص عملنا، ما زالت المستشفيات والكوادر الصحية مستمرة بعملها في المستشفيات واستقبال الحالات الطارئة بمختلف أنواعها. فيما يخص دار الحجر الصحي الموجود في مستشفى السلام، لدينا في داخل الحجر 43 حالة، من ضمنها 36 حالة كانت في تركيا. هذه الحالات دخلت عن طريق البر، وبعد إجراء الفحوصات الأولية عليهم في إقليم كردستان تبين أن ليس لديهم أعراض، تم إيصالهم إلى حدود محافظة نينوى، ولكن كإجراء احترازي من قبل المحافظة ومن قبل دائرة صحة نينوى ولأخذ جميع الاحتياطات، تم إيداع القسم التابع إلى محافظة نينوى إلى داخل الحجر الصحي لحين التأكد من سلامتهم وعدم ظهور الأعراض عليهم. أما باقي المواطنين الذين هم ليس من محافظة نينوى تم إيصالهم إلى خارج حدود محافظة نينوى وعدم بقائهم في داخل محافظة نينوى. عددهم كم كان دكتور؟ عددهم في ما يقارب 90 شخص التابع إلى محافظة نينوى، وبعض منهم خارج قضاء الموصل 36 شخص، ولا 36 شخص أودعوا في داخل الحجر الصحي. الباقي مثل ما تفضلنا أنه أخرجوا إلى خارج حدود محافظة نينوى، وهذا كإجراء احترازي فقط، ليس لديهم أي أعراض وليس لديهم، ولكن للمحافظة على بقاء محافظة نينوى سليمة وخالية من الإصابات تم حجر هؤلاء الأشخاص. نرجو من المواطنين أن يعوا قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في محاربة الوباء. الوباء سريع الانتشار، ممكن أن ينتقل بسرعة عالية، ممكن أي شخص مصاب لديه القدرة في المعدل على نقل العدوى إلى 50 شخص آخر، ولذلك نطلب من المواطنين الكرام قدر الإمكان التقيد بالالتزام، عدم التجمع، عدم التجمهر، تقييد الحركة قدر الإمكان، ليتسنى لنا الاستمرار بعملنا ومساعدتنا في هذه الأزمة.